الله يعطيك المتنة في واحد إن شاء الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم بك آمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت الحق ووعدك حق وكتابك حق وقولك حق ونبيك حق والجنة حق والنار حق والآخرة حق لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وأنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أعط كل واحد منا مسألته. اللهم أعط كل واحد منا مسألته. اللهم سؤالنا ألا تلقى من النيران.
اللهم سؤالاً العتق من النيران، اللهم سؤالاً العتق من النيران، ودخول الجنة والفردوس الأعلى مع النبي العدنان. اللهم ارزقنا شربة من حوض نبينا محمد لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك، وارزقنا الشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وارزقنا حسن الختام. اللهم أحسن خاتمتنا وأحسن خاتمة والدينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان حيا فأطل في عمره وارزقه حسن العمل، ومن توفيته فارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم جميعا يا الله يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا يا كريم. اللهم يا الله يا الله أعد علينا رمضان سنين عديدة. اللهم بلغنا إلى رمضان القادم، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم إن رمضان أشرف على نهايته. اللهم لم نعبدك حق عبادتك، اللهم ارحم تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، واغفر ذنوبنا جميعها صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن في صدورنا ذنوبا وآثام أنت تعلمها، اللهم اغفر لنا إياها. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، واسترنا يوم العرض عليك، استرنا يوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة. إلهنا إلهنا إلهنا، ليس لنا رب غيرك فيرجى، ولا إله غيرك فيعبد. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. اللهم من علينا بالمغفرة والعتق من النيران. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وغفرت لنا أجمعين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مستضعفا من المسلمين إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا من خضعت لعظمته الرقاب، يا
الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا ألحنا بطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك، لا تردنا عن جنابك. اللهم إنا طرقنا بابك، اللهم إنا طرقنا بابك فلا تردنا خائبين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن منا محسن فهبنا يا ربنا إلى عظيم جودك ورحمتك ومغفرتك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم لم شعثهم وحد كلمتهم ورص صفوفهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كلمة سواء. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا عزيز يا حكيم، يا غفور يا رحيم. يا الله يا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أبناءنا وبناتنا في هذه البلاد. اللهم احفظهم، اللهم اجعلهم بارين بوالديهم يا رب العالمين. اللهم يا الله اجعلهم من الصالحين، اجعلهم من الصالحين، اجعلهم من الصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله.